يقال في يوم من الأيام أكو طفل شاطر كلش، يسأل الأستاذ إيش قد عدد الحروف الأبجدية؟ يقول له 27 حرف. يقول له عدد الحروف الأبجدية؟ يقول له 27. يقوم طالب ثاني إيش قد عدد الحروف الأبجدية؟ يقول له 28. يرجع للطالب نفسه إيش قد عدد الحروف الأبجدية؟ يقول له 27. يضربه لعناده. يرجع لأمه، أمه تقول له متى تكف عن العناد يا صغيري؟ شيك وياي يا صغيري. قالها إن شاء الله خير. يرجع وتكررت وتكررت وتكررت، ينضرب ويجي لأمه وتقول له متى تكف عن العناد يا صغيري. في يوم من الأيام أيضا ضرب الأستاذ ورجع للبيت إيدي حمر من الضرب. أمه قالت له متى تكف عن العناد يا صغيري؟ قالها إن شاء الله. فرجع وهو يسولف بينه وبين نفسه، قال الحرف الذي لا تقوله أمي مستحيل أن أعده من حروف اللغة العربية، لأن أمه كانت ترتل بحرف الراء. فيقول هاي أمي من السافر أضوق اليتم طعمه شلون. الله يساعد الماهية والدته، عليها الفلح متعجبين، النخل شدق اللي ويثمر قبل وقته، أظلم لو تشعل شمسياً البيت الخالي من الأم. أحبتنا مشاهدين برنامج المهلهل وقناة الأيام، اليوم الضيف من الوسامة والأدب والخجل الجميل، من عروس الفرات الأوسط، من الديوانية الحبيبة ولاء الركابي. حياك الله وحللت أهلاً ونزلت سهلا. شكرا جزيلا لك ابو الاكبر، وحواريتك وياي راح تكون اعقال على مسيرتي الشعريه. الله يسلمك. الله يحفظك. من دواعي السرور انه بصراحه فشيء افتخر به، انا افتخر به، يعني نجاح من ضمن نجاحاتي انه يقولون عن المنصوري محاور جيد. محاور جدا جيد. الله يعزك. صاحب تجربه بالاعلام وبالشعر اثنينات جيدة. الله يسلمك. الله يخليك. واحنا نحبك يعني. واحنا نموت عليكم اهل الديوانية، انتم هنا مكانكم. البصرة عم يشهد الله. الله يشهد الله. العراق كله مكاننا. فدوة فدوة. طيبة. سولف لي شلون الجو الشعري ولا صار لمبتعد؟ انا من النوع الشعراء اللي يرفض المهرجان، وبالمقابل بكل موسم ممكن يطلع ببرنامج بحلقة. ليش؟ هاي عن دراسة لو عشوائية؟ لا طبعا عن دراسة. جميل. لأنه أني يعني كوصول للي وصلت راضي عن نفسي بي، لأن أنا كنت ما يعني ما كان ببالي أنه أوصل لهذه المرحلة. يعني مثلا أستاذ علي ينشر لي، مثلا أستاذ علي يحفظ لي، أو غير أستاذ علي، يعني أساتذة يعني كنت تحلم وياهم تاخذ صورة، صرت صديقهم وصرت، فهذه نعمة كبيرة. وبالنسبة لي بس يعني بس سقف الطموحات يعني مفتوح. أنا أحبها يعني شلون ما أجت فرصة، يعني لوحتها تجي لوحتها. يعني ما أخطط لها وأوصل بيها. جميل. يعني ما أدرسها دراسة وتعب نفسي وبالأخير ما توصل حالك حال ألف واحد. الله. والله هواي ما وصل. هو برأيك نعتمد على العشوائية لو على التخطيط؟ لا، تعتمد تنظف قلبك وتوصل. لطيف. بس. إيه بس. أتفق أتفق, بس. أتفق أتفق. لأنه إذا ترجع للشعر، هواي ناس شعراء وإلها ثقلها، وأنت تعرفهم وأنا أعرفهم، ولحد الآن طلعوا بهواي برامج ما أخذوا الفرصة الصاحب، يعني أصحاب مثل القصائد البسيطة وصلت. أيه. يعني وصلت بجمهور مخيف. يعني أكو بيت يقول النيتة بيضة. أيه. يصيد بالشبكة هوا. أي والله فعلا. أيه. نستهل نغرد فدوى العمر. احنا اليوم حلقتنا تحت عنوان تغريد ولاء الركابي. فدوى اروح لك يا حبيبي، انا واتمنى اكون عد حسن ظنك بالاول وعد حسن ظن الناس. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك. قول عشت يمهم قلق ما عايش الكتال. الله الله الله. شلون القلق؟ عشت يمهم قلق ما عايش الكتال، بلم قدام روجة ومن ورا شلال. وين تروح؟ الحلم بعدام ويفز من هذاك النوم، مشان اقتجب بالش ما يشوف حبال. قالوا ميل بس تشمرنا تشبع موت، ما
وانا ساعة رمل ما حطت قلبه ميال. نعم ما محتاجكم والله العظيم ما محتاجكم. قالوا مين بس تشمرنا تشبع موت، وانا ساعة رمل ما حطت قلبه ميال. قلب فلاح قلب بقاعه روحه تصير، وقلبهم قلب بدو ونسيت الترحال. الله ايش قطع حب حب غير القدر المهيج. الله 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 ايش قطع حب حب غير القدر المهيج. بكف وطوق من الطيح هم تنشال. نعم وانا هم صوتي ما ركزت من حبيت، مثل التاجر الطبشر وباستعجال. اعوج قالوا بعشرتك ما مرغوب، ونسوا حتى القمر بول ايام هلال. الفرقة تجي مقابل ما تطلع روح، تطلع روحك الفرقة تجي بمرسال. الله الفرقة تجي مقابل والله ما تطلع روح عندنا مشكلة. ايه؟ تطلع روحك الفرقة تجي بمرسال. رتلت الملاقة وما ربحت الشوق، وغنيت الجفا حد ما صرت تمثال. أنا عندي جسارة بنحرة حط سكين، ومشيها على كيف وما أرج في خيال. ما ينطفل مثلي ظل عمر مشعول، بمضايف آل حاتم جمر جو دلال. ما ينطفل مثلي ظل عمر مشعول، بمضايف آل حاتم جمر جو دلال. ديرا ونسيت بطبة المكياج. طيب صرت قديم. ديرا ونسيت بطبة المكياج، ومثل نوم الظهار ايش كثر بيها ازعاج. انا والله منهم عشق ما محتاج، كل الرايده من العشره راحت بالي. الله عشت يمهم قلق الله ما عايش الكتاب. الله الله يحفظك. انا والله منهم عشق ما محتاج، كل الرايده من العشره راحت بالي. الله اي بالله. انت زعلك صعب جدا، وي اللي ما يستاهل. هالمرة زعلي مو مثل كل مرة. هالمرة غير كلش غير. هالمرة زعلي مو مثل كل مرة. خلوه بجيبه الورا يصفط عذره، قلوا له لا يرجع ولا يحكي وياي. ما أرضى لو جايب لبوه من قبره. سالفة منتهية منتهية كلش. بس قاسي كلش. يا ولد قاسي. أي ويل ما يستاهل. يا ولد قاسي. الشخص ما يستاهلك ما سوي هيش وأكثر وياه. ويعيدها. انا ما اريد اختلف وياك، ما اريد اختلف. يعيدها يكررها يكررها. بس الاعزاز لا طيح لهم هواي. ها والله هواي كلش هواي. هم يعرفون نفسهم طايح لهم كلش هواي. الله اي والله. في مره المرات يجي قلت سالفه هذول الغالين اللي يدرون بروحهم غالين. ايه مو كانهم فارغ ما حد يجي يملي. صح بشويه تراب ينظفوا ويقعدون ويقعدون. صح ماكو. الله ايه. فهيجي مرات يقول ردتك تعتذر. ايه وبصم لك مسامح. حلو. رايد حجه اقول لك عز على طايح. الله اي اكو ناس هيج مو؟ اي كلش. اكو قساوه بس اكو هيج شويه ليونه لازم تعطيها ليونه. اي بالله ايه. صحيح. بس توي الناس تستاهل لازم تكون لين. شنو علاقتك بالشمس بصراحه؟ لك موقف بالشمس قايلي لي هيك شيء. قول ظلها لو جاسه. لا لا السالفه. سالفه هاي قديمه كلش يعني. يعني كنا نطلع من الجامعه مو دائما لان هي مو طالبه جامعه. فنطلع من الجامعه يوم منعت صادفت حر كلش وتاخر السائق. فشفتها حطت ايدها على قصتها تحميها من الشمس. الله. فانا لا اراديا يعني ورا فتره يلا ذكروني بالموقف. صرت ظل يعني وقفوا ظل. اوقف بالشمس واترس بجانب وياي كل شيء يهون بس لا تغرب العشره. مو صح هيك؟ اي ظلها لو جاس البرد. ظلها لو جاس البرد كله اشتعل، او لو انغثتها الشمس صرت لها ظل. كنا من نتزاعل بليله غرام ربع ساعه ونرجع احسن من قبل. بالخيال ايش قد نعرس بالخيال. الله عندنا بيت مثث وطفله وطفيش. الله 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 بعد الروح. بالخيال ايش قد نعرس بالخيال. عندنا بيت مثث وطفله وطفيش. ايه ولا اريد قصيده تقراها. بيني وبينك انا قلت لك بالكواليس صار لك فتره ما موجود. قلهم جوا لها الركاب. ايه
نقدر؟ نقدر. يلا يا فارس. الله يحفظك يا حبيبي. جنت من تبكي تكسرني وطيح لك ندى على الجان. جنت من تبكي تكسرني وطيح لك ندى على الجان. او يصعد وجع من قلبي على عيوني اغمض عيني بس ما نام. قبل هذا الحكي هسه القلب واعي وعرف شو الضم ورا دموعك بكي بافلام. الله وصيدك تهديدي. الله الله قل لي ايدك تهديدي يا من حبك فرق سوى نشاز مبين بشكلي ومواليدي. أيوة بعد ما قل لك وليدي كنت من ما تجي بحلمي افز وابكي بكي تطلق. او كنت وي روحي اتعارك من اسمع عدها لك عركه وحضرتك بالغلط تنطق. بس هسه اختلف كل شي الرسايل والصور بجفوفش بعن شق الطريق كان يجمعنا ابشرك صار بيه مفرق. لا يا رب ولا تتامل الرجعه لا الطريق كان يجمعنا ابشرك صار بيه مفرق ولا تتامل الرجعه مثل سن العقل لو هاج تالي الليل من الصبح نغبش نركض نشلعه. الله الله قطار وما ندار على اللي يريد يروح فوق الروح اللي يذب على الجرح دمعه ابنادم كون محبس نقدر ننزعه. اي بالله الكريم ابنادم كون محبس الكريم. نقدر ننزعه ابنادم كون محبس نقدر ننزعه. جنت من تبكي تكسرني وطيح لك ندى على الجام ويصعد وجع من قلبي على عيوني اغمض عيني بس ما انا فاصل انت خلنا فاصل قلها الحاج في امان الله فاصل ونرجع لكم. احبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل ولا أخذ فاصل وإحنا رجعنا لكم. حياك الله. حيا الله أصلك يا حبيبي. مرتاح؟ مرتاح جدا. شلون هالديوانية العظيمة؟ كلش بخير ناقصتها بشوفتك. الله يعزك. الله يحفظك. أنت مرتاح هسه؟ لا مرتاح صدق والله؟ والله ولا اليوم الناس اللي تمر بفشل ايه شنو أسباب هذا الفشل برأيك؟ شعريا لو لا لا أنا جاي أسولف عن الشعر عن الشعر يعني عن الشعر اي يعني هواي اسباب الفشل وارد الفشل يعني اذا ما توصل للناس انت فشلت بس قصدي انه انا اشوف الفشل الحقيقي انه لما انت اذا فشلت مره واحده تتقاعس وتسكت وتستسلم تتفق اي هذا انا هيك انت فشلت هسان غير فشلت بالتجربه الاولى حسان غير فشلت بالتجربة الأولى يا روحي من العشق ما تبنى معقولة شي عقل هذا القلب يرسم وجه على الكتب رايد يحكي الرسم بوراق مشلولة الله 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 الله, الله قاعد بديرة بكي ويترجها الأولى الما قدروا له تعب قاعد بديرة بكي ويترجها الأولى الما قدروا له عشق وضلوع كسرولة لسه عليهم يحن ويطيح من طولة وقلوله قلوله حزن على موتا قضى بس حزنك ايش طوله الله منو اللي تمتشي عليه بوقت شدتك انا المحد وقفله بساعه العازه انا القلب على حب الناس يتوازى انا العقل وقف من كثر ما مصدوم غربه شالته وذبت اعزاز الله. الله 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 نمر ببعض الاحيان بعلاقات اجتماعية عاطفية أي نوع من العلاقات لكن هذا تحس أنه شايف روحه هو بطل لأنه لوحده لكن من يشيل يدك من عنده يرجع كما هو المربع الأول تبلع الحية نقطة الصفر تبلع الحية على قولتهم يرجع للقوتشي مو صح مو لازم واحد أنت مريت فيه شيء أي مريت تقول شلت ايدي من عندك بعد مثل الدول من تتفق تطلق سراح الأسرى شاهيك قالوها ولك شلت ايدي من عندك بعد
مثل الدول من تتفق تطلق سراح الأسرى. شاهيك قالوها ولك هي جازة طعنة من الظهر الشالك سلاح بظهر. بس هو هذا اللي ينصدم يضحك وبعدين البك ياخذ فرصته بعمره. الله شاه هو هذا اللي ينصدم يضحك وبعدين البك ياخذ فرصته بعمره. غلطان غلطان ظنيتك هو غلطان حسبتك هوى للدوم ظنيتك تظل ثار انت هم مثل الدوى موسم بقائك فتره لو أدري تنغرب قفص جا ما صرت لك شجرة. زاجل غرامك من يجي مدلل يرد شالية زاجلنا يرد مكسور جنحة وجدنا مو حلوة منك تطب الما منطبيك بحلمة اللي يبنيك وانت تهدمه. أنا اللي يذب حلمة ويجي الحلمة كركاضي حلمة وأنا اللي إذا وجهك بطل بحايط غرفته يرسم. الله أنا الإذا وجهك بطل بحايط غرفته يرسم. المتسمم وفرقت شخص شينا وما حدر الضلوع شقد حكي ومرسال للشوق البكي سويت روحي من تكي ما رتبين الثلمة. الله والقلب أبو الأكبر القلب هم مثل الطفل شو من عشرة الما يستحق أن فطمة الما يقدر يطيب جرح شاع الأقل ليلك ما شلت إيدي من عندك بعد. حقيقية هاي القصيدة فدوى أروح لك. إيه فعلا يعني ذلك تقول لي تبط هواي. أنت الحظ مو زين ياك. حظ يعني مو كلش مو زين بنسبة كبيرة زين حظ بس هسه من خلال القصائد حظك مو أوكي. هاي بعدك أشياء يعني حظي أغبر حظي أغبر. إيه؟ مدري هي الدنيا هيج الناس على عدي تحط عيونها. الله أكبر. حظي أغبر مدري هي الدنيا هيج الناس على عدي تحط عيونها وحتى الحجارة القديمة اللي بيها طين من نكضها الوادم يريدونها. الله شنو هاي ويا مرحلة هاي وصلت بيها والوحش. ولا غالبا ما تكتب القصائد من الواقع يعني انا شخصيا. نعم عنك مره واحده قدرت اكتب عن مشاعر غيري. احنا ما نحكي على مواضيع عامه. احنا نعم نحكي نعم نعم على مواضيع الوجدان المواضيع الخاصه جدا. اي ما تقدر صعبه. ها والله صعبه بالنسبه لك. انا بالنسبه لي صعبه. مريت بالخذلان يعني هواي واحد من صديق من حبيب من هواي يعني شقد حاب سولف لي. يعني هي مو شقد حاب باي يعني اكو حب يختلف عن حب يعني اكو حب تحبه وانت ما تعرف هذا حب مو حب مشاعر عشوائية. إيه ما تعرفه وبعدين تجي الإنسان اللي سيطر عليه. كان يعني الحمد لله والشكر أكو إنسانة بحياتي وكلش موجودة. إيه موجودة وكلش أحبها. تستاهل. أي أيوة والله. وصل لها سلامي. الله يحفظك. والله وصل لها سلام. إن شاء الله تتزوجون. الله يحفظك. إيه والله يا ريت إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. إن شاء الله يا عم. واللي يشوف الحلقة هم يدعي لكم. وإن شاء الله أنت بالخطوبة موجود. إن شاء الله. إن شاء الله. والله العظيم موجود. الله يحفظك. أنا إنسان من دواعي الحب. يعني هيك موقع على بياض. فدوى اروح لك يا يشهد حبيب. الله فدوى وهذا طيب الحب طيب. الصادق الجميل اللذيذ فشي طيب جميل. يعني نادرا ما نلقى صراحه مو بصدد انه اجاملك لو شيء بس نادرا ما نلقى نجوم بتتعامل ويا الشعراء بهاي الطريقه. لا بالعكس لو دامت لغيرك لما وصلت اليك. ابو الاكبر كانوا يتواصلون ويانا يعني. ومن طلعوا بلقاء لقائين بعد ماكو. السلام هذول عليكم. مو ذكياء. مشكلة يعني. الذكي شوف راح أقول لك كلمة قدام الكاميرا خذها من عندي ببلاش. أن يحترمك الناس أفضل من أن يحبوك. الله أكبر. رسالة عظيمة. صدقني. فعلا. صدقني. لا تدور على المحبة بقدر ما تدور على الاحترام. فعلا
هذا الشخص اللي يطلع بلقاء ولقاءين ويشوف نفسه هذا متوهم. الدنيا مو هيك، الدنيا مو هيك، الدنيا عطاء. اليوم اللي يسمع لي بيت شعر جزاه الله خير، انطاني من وقته فعلا. جزء انا صحيح اسولف احاسيسه ومشاعره وكذا، بس انه بالتالي احاسيسي ومشاعري انا كتبتهن، من تطيني من وقتك وتسمع مني قصيده شكرا جزيلا لك، انا اصير مغرور عليك؟ لا، يعني شنو مقدم للمجتمع انت حتى تصير مغرور؟ مشكله اديسون سوي الجلوب على كيفك. شويه تواضع حلو، مشكله التواضع حلو، والابتسامه بوجه الناس حلوه. هسه انا راح اصير حلقتنا اجتماعيه. في بعض الاحيان تكون الخسارات ربح. ايه انا مجربه هذا الشعور، مو حتى هي المقولة أصلا ما تحضرني وتهموني أنه أنا سارق هذا البيت من غير شاعر ومن غير شاعر ومن غير شاعر، يعني ثلاث شعرات جابوا ليهم يحطوهم على العام، وهو البيت أصلا مقولة ما أعرف يا كاتب ألماني أو فرنسي. نفس هذا الموضوع، الخسائر ربح. بعض الخسائر ربح، بعض الخسائر، وأنا أقول كل الخسائر ربح. أها. إيه. فهي يعني مقولة موجودة، مو أنا سارقها يعني من شاعر فلان كبير ولا شاعر فلان كبير، هاي رسالة أتمنى توصل. جميل. يعني مرة لقيت منشور حاطين من ضمن الأبيات هذه الأبيات، إن هم أصلاً ما مطلعين على الثقافة الأوروبية أو شيء، أصلاً هي موجودة هاي، وهواية هواية أبيات بالكواليس أقول لك أبيات تظل تضحك. شلون بالله الخسارات ربح شعراً؟ تقول كل من يلم خوته ويفكنا من شره، من جوه أعدائي لي وأصحاب من بره، شل البشر ما يحس يا روحي حتى الشمس. كل من يلم خوته ويفكنا من شره، من جوه أصحاب لي وأعداء من بره، شل البشر ما يحس يا روحي حتى الشمس مو كل وقت حمرة، كل الخسائر ربح، هي الخسارة الصدق من والدك يندفن، كونك وياه تندفن مو توقف بقبره. الله الله يحفظك يا ابن الكبر، الله يخليك. الله 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 الله، فدوى روح، فرتني شعريا يشهد الله. اخلاقك وطيبك يا عمري انت، الله انت الشاعر ترز جلدك. الله يعزك. الله شاهد. الله الله يحفظك. الله يا ولا، الله يا ولا، الله يا ولا، الله يخليك يا عمر. ايش كنت ماخذ من عندك الحب والمشاعر بحيث انه واصل لهاي المرحله من ال يقولون هذول، يقولون هذا ان الدنيا ما ضربته على راسه. ايه. يقولون الدنيا اللي ما ضربه على راسه تلقاه يقمز، بس الدنيا اللي ضربه على راسه تخلي انسان راكز. انت ضربتك الدنيا على راسك، مدليت الوجع. ايه. يقول مدرش بي ما جاي اعرف انساك، مدرش بي ما جاي اعرف انساك، يلي مفشلني بالحب ويا ذاتك، طردت الحابين وشلبت بيك رغم ما كنت رايدنا بحياتك. مع الاسف. اي والله. يعني مرات مراحل نوصلها يا ابو الاكبر نترجمها شعر بس بعدين نضحك عليها. هسه وين واصل احنا؟ انا وياك مرحله. احنا يعني واصلين لمرحله لا مبالاه ويا كل شيء، يعني نضحك بوجه كل شيء. كل شيء صادفنا هسه، الذكرى، الموقف اللي يعني اللي يجيك حتى بالمستقبل الجديد. كل شيء كل شيء تضحك له. ليش؟ لان انت عايشه كلها قبل هذا، عمر مش بين كلها عشنا. بس هاي صدمه. اي يعني مشكله، انه مشكله انه تفقد العتب بالاخرين. اكو مقوله لطيفه جدا تقول الذكريات الحزينه لا تؤلم، تؤلمك الذكريات الحلوه. اي صح، يعني هسه تضوج وتنقهر على اشياء حلوه، بس على اللي نضحك عليها ان الله شاهد. انا عن نفسي اسولف لك ويا شعوري اضحك عليها، يعني كلش هواي المحزنات، اما المفرحات يعني ادمع عليها. ايش راح كنا هيك نطلع هيك، كنا ننام على السطيح، كنا هواي اشياء بسيطه نسويها. هسه ما تقدر تقعد، يعني ما تقدر تقعد ببيت طين. هسه وين وقت المظاهر؟ لازم سيارتك كذا ولازم كذا. خويا ناخذ فاصل. قلت لك احنا روح من الاجتماعيات ونرد الاجتماعيات. احبتنا مشاهدي قناه الايام، فاصل ونعود اليكم.
احبتنا مشاهدين برنامج المهلهل، عندنا وياكم مع الشاعر والفارس ولاء الركابي. الله يحفظك، كل الهلا بيك ابو الاكبر يا حبيبي. الله حيهم كل الهلا يا بعد راسي يا بعد عمر فدوى الهلا الحكي هاي. الله يسلمك الله يسلمك. اغرب جمله سمعتها يا ابو كنت اني ادعي انه يصيرون لي دائما، بس بعدين وصلتنا من عندهم جمله تقول قالت بعد لي سبب ما اريدك تخابر، ما بيك همه مهر بس بالحكي شاطر، ذيك الدعاوى الك لو داعيتها المره حبلت عاجك. الله محلنا مو بيدنا ابو الاكبر. ها مو هيك هي مشكله، ما عندك قياده على قلبك. مشكله كلش كبيره وخاصه القلب، يعني تقول شبيدي على القلب ايه لو حن، شبيدي على القلب ما ادري لو حن، واضح من ملامح وجهي متغيرين، اللي يقول لي فلان وين اصفى. الله الله الله، شبيدي على القلب لو حن، واضح من ملامح وجهي مبتعدين، اللي يقول لي فلان وين اصفى. لو ادري النهايه هيك راح تصير شاباق على قد السلام احسن. الله، لو باقي احبك من بعيد احلالي، لو باقي احبك من بعيد احلالي، المن جبت روحي وجيتك ملهوف وانا ادري منك قلبي يرجع خالي. الله، حس بالي بس لو ادري ما حس بالي، انا اللي يطش ضحكه بوجه كل الناس، ارجع البيت بدمعتي من تالي. على السلامة، لو باق أحبك من بعيد أحلالي، حطيت روحي بسالفة حب المن، وخليت شيباتي بشبابي طلعن، لو أدري من أولها كالتال الصير، ما تعبت روحي وصرت لك مأمن. الله، يفتر خيالك فرت الثلج بكاس، لو بالقلب والله انسي بس حب الراس، الله يجاز لسانك شقد حساس، خلت جروح بثانية يلتمن، مخنوق مو من الهوى من عندك. اي بالله، مخنوق مو من الهوى من عندك، من اعترفت بحبي يجرح ردك، من اعترفت بحبي يجرح ردك، اذكر قلت مو كفي الزم حدك، وكنت بوقتها احتاج حضنك اصلا. الله، بصراحة بصراحة إذا رجعوا شو تقول لهم؟ كل الهلا؟ لا والله والله. الله، مشكلة أبو الأكبر. شوف والله مشكلة، يعني أكو مواقف على قولت العرب وتقول نموت هرفي. شايف من أنت عندك يعني في قلبك شخص واحد ويصير مواقف متعددة، هي هيك يعني مواقف وهيك موضوع. والله أنا بيني وبينك بصراحة اللي فات قطاري ما يلقاني، مو يعني يا أخي ما تلقى لثر. إيه ما تلقى لثر، شيب بقطن مضموم. الله الله، أنا خبزة حلال أرهم على اللي يتعب. الله أكبر الله، مو لأي واحد فعلا، بس إذا الشخص يستاهل له والله يجوز نطيح له. أنت هم إيه هم نطيح له الحلقة قلنا خسر لي. لا لا هم نطيح له، لا لا مو كلش قاسي نطيح له. أنا سعيد بالحلقة وياك. أروح لك فدوة. يشهد الله والله. سعيد بالحلقة، حاس أكو روح جميلة ولطيفة. أنا أول مرة أكون مرتاح صراحة، يعني من 10؟ من 10؟ لا نطيها أكثر من لا لا إيش قد من 10 أقصد؟ من 10 نطيها أكثر من 10، يعني كراحة نفسية وقاعد قبالك وتعاورني أكثر من 10. جميل أبو الأكبر، أكثر من 10. جميل، أريد 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 أطلع يعني يعني نفكر خارج الصندوق. إيه خلي ولا يسأل نفسه سؤال. اسأل نفسك سؤال وجاوبه. ها أسأل؟ أسأل أنا لو أنت؟ أنا وياك واحد، أسأل إن شاء الله. إن شاء الله. الصدمة
ايه مصدوم؟ ايه طبعا. شلون تعاملت وياها؟ روح تريد موت امي انا اجيب لها. روحي؟ روح تريد موت امي انا اجيب لها. وين واصل اليا يأس؟ روح تريد موت امي انا اجيب لها. لبوا قشر حزن الدنيا ماكلها. حياته خلصت بمناشغ ودمعات، لا باخرها راحة ولا بأولها. من تحت الصدق تنكره بين الناس، تموت عليك ناسك من تجاملها. كتل روح بدأ يكون حلال يصير، شام من الصبح تلقى مكاتلها. الله الله يحبك. الله. الخيانة شلون تعاملت وياها؟ ما مخيون أبد، ما مخيون بحياتي. شافهم بعينه وكذبوه. ايه. وثم روعد فلح. تقنعني ما مجيوس؟ لا يا أبا. اذا ما قاطعينك على الاقل كذبوك. اي بالله. حشاك من الخيانة، تاهمك كذاب. اه. بس مشقوك ثوبك ليش ما ردوك؟ يا أبا خايف. انطيني تفسير مقنع يا مسلم. ادري. واضحه يعني، هذا هو مكلب بيهم يعني. ايه. ولا اليوم يعني محطه مهمه بحياتك، تقدر تذكر لي اياها؟ محطه شعريه. محطه شعريه كاسم؟ اي مثلا مهرجان، امسيه، استضافه. ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال. اي من المحطات اللي مرت عليك محطه شعريه مهمه؟ مثلا شاركت بمهرجان، شاركت بأمشي. إيه؟ يا محطة مهمة. هي صح كان بيها ظلم، أو يعني الناس شافته بهذا الموضوع، برنامج شاعر العراقية أبو الأكبر. فادك؟ نقلني شقل لك من واقع إلى واقع؟ يعني نقلني من مكان لمكان ما كنت أصوره. هواي ناس يقولون الإعلام مو شيء مهم. لا بالعكس، لا مستحيل. يعني أنا هواي كانوا مراهنين على فشلي شعرياً، شعريا مراهنين بالمسابقة. أثبتت لهم العكس. أخذت الأول على المحافظة ورجعت صار شجار بين هواي ناس على الأول بالحلقة كلها، بس هي كانت موضوع تصويت. إيه. جميل. كعد اللجنة كان تصريحاتهم موجودة على اليوتيوب إنه الأول أنا. حلو. إيه. محطة مهمة. محطة مهمة، أنت ذكرتني بها هاي وأنا أبد ما حاجيها. صدق والله. إيه والله. شلون علاقاتك بقيت شعراء؟ يعني انا حسك انعزالي شوي من المواقف، يعني ما يسال عليك شكو اذا غبت لك 3 اشهر وما يسالون عليك شو يصير؟ هون تسال عليهم؟ هون اسال، اراويك المحادثات شلون. لا لا انا عندي كل ثقه بيك. فدوة اروح لك بس قصدي انه ليش تريد بس كشعراء؟ ما اعرف، يجوز يعني اكو انسان يعني من وجهه ينحب. شنو رايك بالنرجسيه اللي عند شعراء؟ كبيرة كلش. شنو رأيك بيها؟ مالها داعي؟ لا مالها داعي أصلا. والله شاهد علي أنا أنشر منشورات متفاوتة حتى أرد على الناس، حتى أرد عليهم واحد واحد، وبالمقابل الناس بوجهة نظرها إنه هذا اللي يرد عليهم سهل، هذا لا نروح ندور الصعب، يروحون يكلبون بالناس اللي ما تباوع لهم. ايه بالله ابو الاكبر، اعتقد تهم لاحظ هذا الشيء. مشكله هاي. مشكله يعني. لا هي بكل حياه لما تكون متواضع لحد درجه معينه انه تنداس. إيه؟ والله العظيم يعني انا لا شخص تصبح جسر وضوج لو داسوك. قال شو اسوي بعد؟ ايه يعني قال شو اسوي انا وصلت لك، اروح الدور غير. الله يا الله شاهد يعني. فمن عته وبعد يعني يعذرون الناس. أنا يعني آسف من عندكم هواي ناس ما جاوب عليهم. يعني مرات القساوة تراد. بس ما تنقال بالإعلام. لا تنقال. ما تراجع عنها؟ القساوة الناس؟ إيه. يعني مشكلة، يعني عقلك يقول لك شيء وقلبك يقول لك شيء. هسا عقلك شو يقول لك؟ عقلي يقول يعني إنه مو تتواضع كلش. وقلبك شو يقول؟ وقلبك يقول تواضع، دنيا وقاضية وخلصانة. ما ينذكر غير الذكر الطيب. بصراحة أكيد عندك أصدقاء مقربين من الشعراء. إيه. يدرون اليوم حلقتك تصوير. يدرون. جيد. من راح تروح شنو راح تقولهم؟
راح اقول لهم الحلقه انا بوجهه نظري من 10 نطيها، من 10 نطيهم فوق ال10 الله شاهد، مو يعني مثلا شعرا على اللي قدمه، على شعرا لا يعني انا بوجهه نظري اذا على شعرا وقناعتي نطيها 6 شعرا جيد. زعلانه نامت والدمع كحله بجفن ما خلى، زعلانه نامت، زعلانه نامت والدمع كحله بجفن ما خلى، عالخد نزل مهضومه شي شافت نمس يم خيمه واقف دله، مجروحه وبعازه الدوى الفوق الجرح تتخلى، ما تدري حقها الحبته خابطها وي هذا اليدق ما يمشي عنها ويفترق لو مو ما راح وريه من تنزل، وسمعانه باللي يعتق قبل عده لاهله تبدله، ما تدري باثار الوطن اش ما تعتق تصير اغلى، الله كلها وجه مثل الضوء كلها وجه مشتعله مثل النبع تنضح ندى مثل الندى بلا خله، زعلانه وتدور صلح شنو التناقض كله، ثاهيه خافت على العشق لا يخلص ونتخلى، الله ما تعرف بهذا القلب طاب باسمها مسجله، وناذر نذر كلش ترف موزل مذا ما فعله، اجمع حمامات الصحن واخذ لي منهم كم جنح لمره يتسوي بدل، الله طاف القفل معدان والحب الله حلالي، الله 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 الله، ناظر نذر كلش ترف، ناظر نذر كلش ترف موزل مذا ما فعله، اجمع حمامات الصحن واخذ لي منهم كم جنح لمره يتسوي بدل، وقاف القفل معدان والحب حلالي، ولو هي لو ما اريد ام الجهال، يا الله امين يا رب العالمين. انا اقول والله يسمع ان شاء الله. وصلنا لختام الحلقه، يعني مرت هبريح للامانه، كانت سفره يعني ممتعه وياك بالله الكريم. للامانه الديوانيه معطاء فدوى، معطاء كبير فدوى، الديوانيه شاعره وانا شخصيا كلش احبهم، والسلام امانه، اي واحد تشوفه بالديوانيه سلمنا عليه، اي واحد بالديوانيه يوصل لكم. اي والله اخر كلمه لك، هم اللي يعرفون بالحلقة حملوني سلام، الله يسلم لك يا ألف تحية لك. حلقة كانت جدا جميلة بالنسبة لي، وقلت أنا هاي عقالب تاريخي ومسيرتي، الله يسلمك، كلش أحبك أبو الأكبر، وأتمنى لك الموفقية والنجاح الدائم بحياتك حبيبي والله. الله يحبك حبيبي والله. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم مع الشاعر الجميل جدا ولاء الركابي، كان معكم بالإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري، انتظرونا بحلقات أخرى في أمان الله.